فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في هذه الجولة الصحفية. نبدأها بقراءة فيما كتبته جريدة الصباح بعنوان التعذيب يجر قائد سيدي بطاش إلى عكاشة. بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تكتب جريدة الصباح، أودع طارق حجار القائد السابق لسيدي بطاش المتورط في حلق شعر شاب ما خلف له أزمة نفسية دفعته إلى الانتحار شنقا. أودع الاثنين سجن عكاشة إثر تقديمه أمامه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وإلى الصفحة الأولى من جريدة المساء، حيث عنونت حجز باخرة وهاتف خاص بالأقمار الاصطناعية لدى شبكة الكوكايين بمراكش. تقول الجريدة: ارتفع عدد الموقوفين ضمن الشبكة الدولية المروجة للكوكايين بمراكش إلى 21 شخصا بعد عمليات التحري الميداني والعلمي والتقني الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش بالتنسيق مع المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني ديستي، تقول الجريدة. وإلى جريدة الأحداث، حيث كتبت الكشف عن حالات جذام بمركز تتمليل. تقول الجريدة: تم نقل 6 نزلاء بالمركز الاجتماعي تتمليل إلى مستشفى عين شوق صباح أمس بشكل استعجالي بعد اكتشاف إصابتهم بالجذام. وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية انتشار العدوى بين نزلاء المركز الذي يأوي مشردين ومسنين ومتسولين تمت إحالتهم من لدن السلطات المختصة على المراكز. وإلى الصفحة الأولى من جريدة الأخبار أخبار اليوم، حيث عنونت 3 سنوات سجنا في حق منتحل صفة الملك. قضت المحكمة الابتدائية بتطوان في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين ب3 سنوات سجنا نافذة في حق شخص يدعى نبيل سباعي، بعدما وجهت له تهمة انتحال صفة شخصية سامية في إشارة إلى الملك محمد السادس، حسب ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم. وتعود قصة منتحل صفة الملك إلى 20 من شهر غشت، عندما اعتقلته عناصر الشرطة في الرباط وانتقلت معه إلى منزله قبل أن تقوم بتسليمه إلى الضابطة القضائية لمدينة تطوان في نفس اليوم الذي اعتقل فيه للتحقيق معه، تقول ذات الجريدة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، وإلى فرصة قادمة بحول الله.